اليوم موعد مثل العادة مع زميلتنا مريم. صباح الخير مريم. صباح النور. كيف صباح فيك؟ الخير. كيفكن اليوم؟ منيح منيح الحمد لله. انا بقول انه اليوم الناس ما عندهم ابدا سبب انه ما يقروا. مزبوط، وانا بقول نفس الشيء مثلك. عاصفة وبرد لانه ايه، وما في عجقة على الطريق، وثلاث ارباع العالم ببيوتها، بقى ما في حل. شو رح تعرض عليهم هلا كتاب؟ لهيك اليوم رح نحكي عن ابرز الروايات يلي صدرت بالعام 2014 ويلي بيستحقوا فعلا القراءه، وهي روايه عذارى لندنستان للروائيه حنان الشيخ والصادره عن دار الادب. قبل عذارى لندنستان كتبت حنان الشيخ روايه بعنوان امراتان على الشاطئ، وفيها هدى وإيفون امرأتين لبنانيتين عايشين بالغرب بيلتقوا ببيروت، فبتنشأ بيناتهم صداقة وبيتبادلوا خلالها هواجسهم. هالشخصيتين بتستعيدهم حنان الشيخ بروايتها عذارى لندنستان، لا يلتقوا بعد سنة بلندن بالهايد بارك، وبالتحديد بسبيكرز كورنر، وبهالمكان بيسمعوا إلى خطيب تكفيري عم بيحاول إقناع مستمعيه بصوابية كلامه. بيتصادموا هالامرأتين مع هالشاب وبينووا إدخاله بمغامرة مثيرة، ويقنعوا بأنه في عذارى على الأرض وما في ضرورة أنه يذهب إلى الجنة لا يلتقي فيهم. التصادم بين المرأتين والشاب إذن بينتج عنه مغامرة مثيرة خطيرة، وبتعكس الغرابة يلي اجتاحت مؤخرا المجتمع العربي. بهالرواية دخلت إذن حنان الشيخ إلى الواقع، رصدت تفاصيل عالم الإسلاميين، وسلطت الضوء على جوانب وخبايا مظلمة ومؤلمة من حياتنا العربية. عذارى لندنستان رواية معاصرة للتاريخ العربي الحديث، هي انعكاس لحاضر متوتر ومرتبك، ويسجل لها الرواية الجرأة الواضحة بتناولها المواضيع وتسمية الأمور بأسمائها. على كل حنان الشيخ معروفة بجرأتها، هي روائية لبنانية هاجرت إلى لندن بسبب الحرب الأهلية اللبنانية، صدر لها 11 كتاب بين مجموعات قصصية وروايات، وإقامتها ببريطانيا وترجمت كتبها عززوا حضورها الأدبي بالخارج، خاصة إنها هي اليوم عنوان للكاتبة المتحررة يلي بترفض واقع المرأة العربية، وهي بتكتب بلا رقابة وبجرأة متخطي الأعراف والتقاليد، وهدفها دائما الكشف عن الجهل بالعالم العربي. نعم. مريم، انطلاقا من العنوان عذارى لندنستان، شو بتعني الروائية أو شو قصدها من استخدام لندنستان تحديدا؟ صحيح، العنوان ملفت جوال، والعنوان أو عبارة لندنستان هي جمع ما بين لندن وأفغانستان أو باكستان، لتقول الكاتب بأنه لندن صارت جزء من أفغانستان وباكستان لكثرة وجود التكفيريين فيها والمتشددين. واليوم في أزمة حقيقية ببريطانيا هالبلد اللي عم بيشكل ملجأ للأصوليين والانتحاريين. العنوان بيشير للارتباط الوثيق بين المكانين، لندن وأفغانستان أو باكستان، أي الأرض يلي نشأت فيها التنظيمات الإسلامية بسبعينات القرن الماضي، والأرض يلي ارتبطت بالحركات الإسلامية المتطرفة. كلمة لندنستان منا من تأليف الكاتبة، ولكن هي عبارة متعارف عليها ومتداولة بين الشبان المتشددين والمتعصبين يلي ساكنين بلندن. نعم. نعم. مريم، إن كان بروايتها السابقة أو حتى بروايتها الحالية تناولت حنان الشيخ العلاقة بين العرب والغرب. صح. ليش الإصرار على أنه تتمحور روايتها بين هالثقافتين؟ طبيعي جوال، لأنه هوية حنان الشيخ المزدوجة لابد ما تنعكس بكتاباتها، هي العربية المقيمة بلندن. أثر العرب والغرب حاضرين بأعمالها الأدبية وبطريقة تفكيرها وبكتاباتها، لهيك عم نشوفها عم تكتب دائما عن عرب بالغرب، هي العالقة بين ثقافتين، ما ممكن إنه تكتب عن شخصية أجنبية 100%، بالوقت نفسه ما بتقدر تكتب عن شخصية عربية لبنانية عاشت حياتها كلها بوطنها. ويلي عزز كتابات حنان الشيخ عنها العلاقة بين العرب والغرب وجودها بإنجلترا وبالتحديد لندن، يلي تعتبر أحد الأماكن الرئيسية يلي بتسمح بتصوير العلاقة بين العرب والغرب. كمان ما فينا ننسى أنه حنان الشيخ هي متأثرة جدا بأدب الطيب صالح يلي كتب موسم الهجرة إلى الشمال، وتناول فيها علاقة الأنا العربي بالآخر الغربي. أوكي، هذا الكتاب جاهز لليوم يلي بحب يبلش يقرا. أو حيالله كتاب تاني، يعني اليوم الطقس مناسب جدا للقراءة. صحيح. شكرا لك مريم. أنا بشكركم. نشوفك الجمعة إذا الله راد.
هلا رح ننتقل الى روسيا لنتابع كيف كانت الاجواء الميلاديه بالعاصمه الروسيه موسكو. ما رح نحكي كتير، الميلاد بالعاصمة الروسية موسكو ما إلو مثيل، برد وتلج وبلاب الطريق ومدينة ملاهي للكبار والصغار ونحت بالجليد، وكل عام وانتو بألف خير. حلقتنا متابعة معكم وبإطار النشاطات الميلادية وبدعم من راهبات القلبين الأقدسين، ريسيتال بعنوان ميلاد لبنان 2014 بحدث عم بيصير لأول سنة والهدف منه تحصيل مبالغ من المال لدعم صندوق التعاضد بمدارس القلبين الأقدسين لمساعدة الطلاب يلي بعانوا من ظروف اجتماعية صعبة. تفاصيل أكثر عن ريسيتال يلي شهده قصر اليونسكو بهالتقرير. إن شاء الله تكون سنة حلوة، إن شاء الله تكون سنة سلام أهم شيء لكل العالم، هذا أكثر شيء بنتمنى سلام للعالم ولبلدنا سورتو لبنان. من عيد اللبنانية ومن عيد السلام يحل على لبنان. إن شاء الله تكون سنة سلام، هيدا أهم أمنية بنتمناها. رسالة حب، أمل، سلام ومحبة وجهتها الأم دانيال حروق مع أهل قضامة الهيئة التعليمية ورهبات مدرسة القلب الأقدسين إلى جميع اللبنانيين والعالم العربي من خلال حفل موسيقى خيرة بروح ريعه لإنشاء صندوق تعاضدي للمدارس المجانية المتروكة من الدولة بهدف مساعدة أكثر من 6000 تلميذ بأكثر من 13 مدرسة منتشرة على كل الأراضي اللبنانية من جميع الطبقات الاجتماعية والأديان، لحتى يتمكن كل طفل وكل مراهق أنه يجتاز المرحلة الابتدائية والثقافية ليقتحموا أبواب الجامعة والحياة المستقبلية، بعدين نبعثهم على المستقبل لحتى المستقبل يبتسم لقولهم، يكونوا هني الكوادي، يكونوا هني بالمستقبل هاللي عم يعيشوا هالمغامرة، مغامرة القلبين الأقدسين. عائلة القلبين الأقدسين هي عائلة متماسكة، راهبات، أهل قديمة وطلاب ولجنة تعليمية وإدارية، نحن كلنا مرتبطين بهدف واحد هو إنماء الإنسان، تنمية الإنسان. وبتعرفي هيدي العيد والعيد عطاء، بقى حبينا نعمل هالكونسير لحتى نساعد هالمدارس بكل أنحاء لبنان، ما عنا تفرقة. نتمنى بجهة العيد أول شيء ينطلقوا يدركوا العسكري المخطوفين، هيدا أهم تمني. نحن التلميذ الرهبات، نحن دعمنا للتلميذ، وشو نحن حاضرين، شو الرهبات بحبوا نحن بأمرهم. عندها 6000 تلميذ ببلاش، كتر خير اللي عملت هالحفلة حتى تقدر تقوم فيها. بتمنى لهم نجاح بكل شيء بيعملوه، وخصوصا بالاشياء المنيحه للاولاد، لليتامى، للمعترين. من قلب اليونسكو ارتفعت الاغاني الميلاديه والاناشيد الدينيه لرتلتها جوقه خواب النغم بقياده الخوري حنا عيد، فاحتل المسرح اكثر من 18 عازف من الكونسرفاتوار اللبناني و52 منشد ليامنوا العلم والمستقبل لكل اطفال لبنان ولكل شخص محتاج لمساعده. حضورنا اليوم هون تنفسر للعالم وللطلاب ولجيل جديد انه حضورنا المسيحي بهالشرق ما في شيء بيهزه. شو ما نعمل قليل لسنكر، وهن دائما بيفكروا بالناس المحتاجه. بهمنا كثير انتم ندعم هالمدارس لتضل التربيه ماشي بهالبلد، بكفي كل شيء مش ماشي. الجامعه اللي هي اللي كثير حلوه، ونحن رفقات مدرسه وصف واحد، اوعك تساليني اي سنه.
بس كتير مبسوطين اننا اليوم مجموعين بعيد اللبنانية وانا من جملتهم يعني انا برا هلا بقى جاي بعيد جويس اللي عزمتني الليلة. جاي من باريس جاي عفت التقينا صدفة كتير حلوة انه نرجع نلتقى ببروموسيون بسانكار. ان شاء الله بتطلع ايام حلوة عليهم وعلى الجميع وبيفك بقى اسر لبنان وهيك ويعم السلام والفرح خاصة بقلوب الاطفال والصغار ويرجعوا العسكريين لاهاليهم وينعاد على لبنان وعلى الجميع بخير بالصحة والعافية والسلام والمحبة. ألف شكر للمستقبل. رنمي أيتها سماوات وابتهجي أيتها الأرض. مساعدات خيرية، أناشيد ميلادية، فرح وسلام، بيبقى هيدا هو معنى العيد الحقيقي. ونحن بدورنا ومن كل أعضاء فريق العمل بنتمنى للجميع سنة خير، محبة، صحة وسلام. نحن برات مربعات داعش والنصرة، نحن مربعات محبة وفاق، عيش واحد والله يجيب السلام وينصر الجيش ويبعث لنا شي رئيس جمهورية شبعان من حليب أمه ويترأس هالبلاد ونقدر ننطلق مجددا. نتابع حلقتنا مع ضيفنا لليوم الفنان نيكولا شلهوب. بونجور نيكولا. بونجور. اهلا وسهلا فيك. ميرسي. وينعاد عليك. ثانك يو عليكم. كيف كانت اجواء العيد؟ كانت حلوه لانه عملت البوم جديد هلا بنحكي عنه. كانت حلوه والعيد على طول هيك بتحس في فرح بالمدينه والناس كلها مبسوطه بتحط المشاكل ورا ظهرها يعني على القليل لاسبوع وبتنبسط وبتعيش هيدي الفرحه. مزبوط. في البوم جديد فاذا هو اول البوم لك عم بشبه حالي عنوان الالبوم من توزيع نادي لكل الناس. نحن سبق وحكينا عنه والحلو انه هذا الالبوم مع انه الاول تصدر رابع بقائمه الالبومات يلي نشرتها صحيفه المستقبل من حيث نوعيه الاغاني. شو احساسك هيك اول البوم عم بياخد مراتب اولى؟ اكيد انبسطت كثير. بتعرفي خصوصا لما تكوني عم تحضري لشيء اول مره وما عندك بعد هويه وما عندك هويه موسيقيه عم نحكي بتحسي بتكوني خفانه شوي انه كيف الناس وكيف الصحافه رح تاخذ رح تتلقى هذا الموضوع. هلا حسوك عم يعني مش كتير طبيعية مش كتير عفوية. هلا حسوك هلا حبوا الأغاني بتكون كتير فلول الفيزيون عندك يعني فبلشت حس شوي شوي إنه لا كيف أنا كنت شايف العمل كيف كنت شايف الموسيقى والكلام كنت يمكن صح. يمكن صح إيه لحديت هلا. إذا ما نحكي أكثر عن العمل كم غنية السيدة؟ الألبوم فيه 8 أغاني لبنانية وغنية باللهجة الإسبانية باللغة الإسبانية. لبناني كلهم هوريكي؟ كله لبناني. لبناني اللغة المحكية العامية العامية مش اللبناني كمان شوي لهجة بيضاء. كلماتك وألحانك كمان؟ كله كلمات وألحاني من عدا 3 أغنيات لجوليان حكيم كلمات وألحانه كمان. مين؟ جوليان حكيم. ليش قصدت تحكي باللبناني أو تغني باللبناني؟ حسيت إنه خصوصا إنه هذا الألبوم أنا بعتبره بيعبر كتير عني وعن حياتي شوي تقريبا يعني فحسيت انه ما ممكن احكيه بالمصري مثلا يشبهك الالبوم لازم يكون لازم اشبه حالي فيه. خلينا نشوفه يلا. اطلع بمراية عم بشبهك اكتر من كل شي يمكن بعيونك ما بستاهل شي ودموع عيوني عندك سوشي كل ما اقعد لحالي او اطلع بمراية عم بشبهك اكتر من كل شي صار لازم اطلع منك بسمع صوتك عم يندهك ويصرخ لي بركي برجع خلص زمان العودي صار لازم أعرف حالي صار لازم أشبه حالي مهما تصرخ لي رجع خلص زمان العودي.
فإذن عم نشوف الكليب يلي هو من إخراج غنى عبود. غنى عبود شو الفكرة منه إذا نحن عم نشوفك وعم نشوف كمان كذا شخص ما بيشبهوك؟ شو يعني عم بشبه حالي مع هالغنية؟ عم نشوف إذا نحضره للآخر أكيد في محل بتغير كل الشخصيات كل الكاركترز. في تنقينا 10 شخصيات، في منهم مثلا البنت اللي ما بتسمع وحتى سماعة بدينتها، واللي هي انه نحن على طول بنعمل المجتمع بيطلق احكام على كل الناس اللي ما بتشبه اللي منا ستيريوتيب. فبمحل معين بالكليب مثلا هيدا البنت بتصير ترقص على نبض قلبها، بمحل معين شاب المثل جنسيا بيحط ريش وبيكون فخور بنفسه، حتى في شخصيتين واحد قصير واحد طويل. في الرجال الختيار اللي كان هو قصير عزلته وعمره اللي كان يمكن بده يعيش هو بعد، بس المجتمع كمان بيفرض على العمر انه لا انت بهذا العمر ما فيك تعمل هيك بقى، فشل وجبته وقام صار يرقص. يعني هو دعوة اذا بدك لحتى كل واحد يكون مثل ما بده وينسى كل شيء تاني، يعني ينسى المجتمع ينسى أوكي. كل شيء بوقفه. لما كنا عم نحكي قلت لي انه كل الاغاني باللهجه اللبنانيه العاميه، حتى يعني ما نكون رايحين او ما انك راي على لهجه بيضاء، قصد تكون عاميه بالرغم من انه بركي اللهجه المصريه وشوي كمان الخليجيه هي مثل بوابه مرور للدول العربيه. انت ما مش عاينك هيئتك على الموضوع؟ ما بعرف، يمكن شوي شوي الواحد ببلش اول شيء ببلده يعني وبيتوسع شوي شوي، بعدين حلو انه نوصل بلهجتنا كمان، ليش لا. وانا مش ضد، يعني ممكن بحفلات او بعدين نجدد شيء اغنيه مثلا مصريه قديمه او حتى نغني شيء مصري. ايه بحب، ليش لا. في عينك على شيء غنيه هيئتك لانه ذكرت الموضوع يعني. ايه في كم غنية بحبهم يعني. مثل شو؟ مثل شوي صعبين ما بعرف اذا مثل غنية لعبد الحليم هي انا لك على طول مثلا. نسمعها؟ او نسمعها يلا شيء ثاني من اختيارك، يلا اللي بدك اياه. رح غني غنية من الالبوم رفرن هيك صغير. عودت عليك ما بتسأل، غابت عينيك شو المشكل، طمني عليك. كنت الحاضر والمستقبل، كنت الحلم اللي عم يتكمل، كلماتي مني عم تخجل، ما بيسوى هيك. تعودت عليك من كلماتك وألحانك كمان؟ كلمات وألحان جوليان حكيم. هيدي لجوليان حكيم. 9 أغاني تقريبا كلهم كلماتك وألحانك، قد ايه بقيت عم تحضر لهالعمل؟ أخذ تقريبا سنتين شغل، سنتين بين يعني كنت ماشي باراليل عم نشتغل على أغنيات وأغنيات كنت بعدني عم بكتبها وخلصها، وكان تنفيذه أخذ تقريبا شي 4 أشهر بين موسيقى تسجيل، ولانه بتعرفي كل الالات كانوا لايف، ما كان في الات من استوديو الكترونكس وهيك. شو قصة العصفور؟ هو الحريه، اذا بتبرمي الكفر لورا بتحسي انه هو اطار وغطي اخر شيء على ايده. هلا بنشوفه. شو الغنيه اللي منها باللغه العربيه هي بالاسبانيه؟ إسبانية. ليش؟ في غنيه اسمها هربان مني حلمي بالالبوم، وكان عندي صديق اسباني بزياره بلبنان وسمعني بوقت التسجيلات كنا عم نحضرها، فقال لي الميوزك تبعها فيها كتير الاسبانيش مود والستايل وهيك، ليه ما بنعمل شيء اسبانيش عليها؟ قلت له ليش لا مترجم يعني بركي بتعرفي لانه هي ذاتها مترجمه للاسبانيه. هي ذاتها ايه. فعملناها بال انت بتحكي اسباني اصلا؟ لا شوي. ولا تعلمت كرمالها؟ تعلمت شوي كرمالها. هين؟ بتصور قال بيحكي فرنش وانجلش اسبانيش مش بيقدر اوكي. اوكي هلا في شو؟ اذا بنشوف اخر شيء بي بيقطع كل الستابس يمشي بقلب السي دي يعني او بيغطى على ايده. في شيء مشروع جديد هلا قريبا؟ هلا قريبا عم حضر اعمل سايننج للالبوم مره ثانيه بضيعتي، لانه بتعرفي يعني مش كل الناس بتقدر تنزل على فيرجن، وخصوصا انه كان نهار خميس. وين يعني ضيعتك؟ عين الدلب. اوكي شرق صيدا. شرق صيدا. وعم نحضر لحفله نحن ونادي لكل الناس بمسرح المدينه او مترو المدينه، بعد ما كثير واضح الموضوع. وفي فيديو كليب بلشت كنت عملت على الفيسبوك بيج عندي على اعلان انه اذا في حدا مخرجين شباب وهيك بحبوا اجتمع انا وياهم نحكي، فعلى طول بحب اجتمع مع او اشتغل مع شباب. روح حتى جديدة. حتى غنى عبود اذا لاحظتوا الفيديو كليب فيه روح جديده، ف
بركي بعدني عم فتش على مخرج تنعمل غنية تانية. اوكي جود لك. ميرسي. نحن بنشكر حضورك معنا نيكولا شلهوب، بنتمنى لك كل التوفيق، بنعيدك كمان مره ان شاء الله هالسنه تكون خير عليك. اهلا وسهلا فيك. ميرسي. بريك نرجع نتابع اخبار صباح.